السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني طلاب وطالبات السنة الأولى المشتركة جامعة الملك سعود، تحية طيبة. وبعد إن شاء الله اليوم يا شباب بنكمل شابتر 4 بعنوان Introduction to Statistical Inference، أي مقدمة عن الإحصاء الاستدلالي. ودرس اليوم يا شباب عبارة عن 4.2 بعنوان Estimation of the Population Mean، أي تقدير متوسط المجتمع. درس اليوم بيحتوي على Introduction، مقدمة بسيطة من خلالها ان شاء الله بنعرف يعني استيميشن اي تقدير، بعد ذلك بوينت استيميشن اي التقدير بنقطه، وايضا ذا انترفال استيميشن اي التقدير بفتره. بعد ذلك بنختم درس اليوم بالامثله المتعلقه بهذا الدرس. نبدا باول شيء وهو عباره عن انترودكشن. في البدايه درسنا خلاصه الاحصاء الاستدلالي وقلنا ان المجتمعات نوعين، الأول معلومة المعالم أي أن جميع المعالم الخاصة به معلومة، وهذا النوع تم دراسته في 4.1. واليوم سوف ندرس أول نوع من الدراسة الخاصة بالنوع الآخر من المجتمعات، وهي مجتمعات أحد معالمها مجهولة، وهذه الدراسة تسمى estimation أي تقدير. والتقدير يكون إما لـ the population mean متوسط المجتمع ميو، أو the population proportion نسبة المجتمع b small. نبدأ بأول نوع من أنواع التقدير يا شباب، وهو عبارة عن Estimation of the Population Mean أي تقدير متوسط المجتمع، ويتم تلخيصه من خلال هذا الشكل. نفترض وجود مجتمع متوسطه غير معلوم، وليكن جميع الطلاب في السنة الأولى المشتركة، والمطلوب عمل تقدير لمتوسط درجات الطلاب في مادة الإحصاء 101. لذلك يا شباب سوف يتم اختيار عينة، وهذه العينة لازم تكون عينة عشوائية بسيطة، ومن خلال هذه العينة يتم تنفيذ إجراءين. الإجراء الأول عبارة عن حساب إكس بار متوسط العينة، وهو عبارة عن مجموع إكس آي والآي من واحد إلى إن تقسيم الإن، وهذه القيمة شباب بتكون سينجل فاليو قيمة واحدة، نفترض أنها تساوي 20. هنا نلاحظ أن درجات الطلاب تتراوح من 0 إلى 30، وتم حساب متوسط العينة ويساوي 20. لذلك يا شباب هذا الإجراء يسمى Point Estimation أي تقدير متوسط المجتمع من خلال نقطة، وهي تساوي 20. أما بالنسبة للإجراء الآخر فنلاحظ أن الفترة من 0 إلى 30 تحتوي على جميع درجات الطلاب، لذلك هذه الفترة تحتوي على 100% من درجات الطلاب. فإذا تم اختيار الفترة من 10 إلى 20 ووجد أن 90% من درجات الطلاب تقع داخل هذه الفترة، نلاحظ أن 5% من درجات الطلاب أقل من 10 أي بتقع في الفترة من 0 إلى 10، وأيضا 5% من درجات الطلاب تقع من 20 إلى 30. والفترة من 10 إلى 20 تسمى Confidence Interval فترة الثقة لمتوسط درجات الطلاب لهذا المجتمع، والنسبة 90% عبارة عن 1 ناقص الألفا ضرب 100، وتسمى Confidence Level مستوى الثقة، وهي النسبة المئوية التي تعبر عن احتمال وقوع متوسط المجتمع داخل هذه الفترة اللي هي تساوي من 10 إلى 20. أما بالنسبة للألفا ضرب 100 فهي عبارة عن Significance Level مستوى المعنوية أو مستوى الدلالة، وهي عبارة عن النسبة المئوية المتبقية والتي تحتوي على جميع درجات الطلاب خارج هذه الفترة اللي هي من 10 إلى 20. وهذا الإجراء يسمى Interval Estimation أي التقدير بفترة، ونلاحظ في حالة وجود التقدير بفترة لابد من إيجاد احتمال يساوي 1 ناقص الألفا، وهو عبارة عن احتمال وقوع متوسط المجتمع داخل هذه الفترة، وعند ضرب هذا الاحتمال في 100 يعطي Confidence Level مستوى الثقة، والألفا ضرب 100 عبارة عن Significance Level مستوى الدلالة أو مستوى المعنوية. أما الفترة من 10 إلى 20 فهي عبارة عن Confidence Interval اللي هي فترة الثقة، لذلك نلاحظ أن التقدير إما Point Estimation بهذا الشكل أو Interval Estimation بهذا الشكل. نبدأ بأول جزئية وهي عبارة عن Point Estimation. Point Estimation عبارة عن estimate تقدير of the population parameter مع علامة المجتمع، وهنا سوف يتم الاهتمام بمتوسط المجتمع ميو،
ويتم تقديره من خلال سنجل نمبر عدد وحيد، وهذا العدد يتم حسابه من خلال إحصاء مناسبة لمعلمة المجتمع الذي يتم سحب منه العينة. ملاحظة هامة، في حال تقدير معلمة المجتمع المجهولة بقيمة وحيدة، في هذه الحالة لا نتنبأ بالقيمة الفعلية لمعلمة المجتمع، ولكن نتوقع أن هذه القيمة تكون قريبة منها. مثال رقم واحد، نفترض أن الأوميجا كابيتال عبارة عن سامبل سبيس، فضاء العينة خاص بمجتمع من الرجال في مدينة ما، وكان الإكس فيكتور عبارة عن سامبل راندم سامبل، عينة عشوائية بسيطة لأوميجا كابيتال، وهذه العينة يا شباب حجمها يساوي 50 شخص، وهي تعبر عن مستوى الهيموجلوبين في الدم، والمطلوب حساب ذا بوينت استيميشن لمتوسط المجتمع الذي تم سحب منه هذه العينة. طبعا يا شباب هنا المطلوب حساب ذا بوينت استيميشن اوف ذا بوبوليشن مين. طبعا الحل يا شباب ببساطة، يتم حساب متوسط هذه العينة، وقيمة متوسط هذه العينة عبارة عن بوينت استيميشن ل ذا مين اوف ذيس بوبوليشن. لذلك الحل كالتالي، طبعا يا شباب نلاحظ ان الاكس كابيتال بار عبارة عن استيميتور مقدر لمن؟ لمتوسط المجتمع ميو، وقيمة هذا المقدر يا شباب تساوي اكس سمول بار، اي متوسط العينة، يساوي في النهاية 16. لذلك القيمة 16 يا شباب هي عبارة عن ايه؟ ذا استيميتد فاليو، القيمة المقدرة لمن؟ لمتوسط المجتمع. لذلك تم كتابته ميو هاد، لانه قيمة مقدرة وهي تساوي اكس بار متوسط العينة، اي تساوي 16. بعد ذلك ذا انترفال استيميشن، التقدير بفترة، وتعريفه كالتالي، ذا انترفال استيميشن، التقدير بفترة. نلاحظ ان التقدير بفترة لمعلمة المجتمع، وفي درسنا اليوم نهتم به متوسط المجتمع ميو، عبارة عن تحديد الفترة التي نتنبأ انها تحتوي على القيمة الحقيقية لمعلمة المجتمع باحتمال محدد، ودي مهمة جدا، اللي هو عبارة عن 1-الألفا، اي ان التقدير بفترة عبارة عن ايجاد الفترة التي من المحتمل ان تحتوي على معلمة المجتمع المجهولة، وذلك باحتمال محدد. بعد ذلك مفهوم confidence interval، فترة الثقة، ذا كونفيدنس انترفال، فترة الثقة عبارة عن رينج، مدى من القيم، والتي نعتقد أنها بتحتوي على معلمة المجتمع الحقيقية باحتمال محدد. هذا الاحتمال عند ضربه في 100، نلاحظ أنه يساوي كونفيدنس ليفل، مستوى الثقة أو ليفل اوف كونفيدنس، وهو عبارة عن 100 ضرب 1-الألفا في 100، لأن 1-الألفا هو عبارة عن احتمال فترة الثقة تحتوي على معلمة المجتمع المجهولة عند ضربها في 100. نلاحظ أن هذا المقدار يساوي confidence level، وهو عبارة عن مستوى الثقة، ومستوى الثقة عبارة عن نسبة مئوية لكل العينات المتوقع أنها تحتوي على معلمة المجتمع الحقيقية. فعلى سبيل المثال، إذا كان مستوى الثقة 95%، ده معناه يا شباب ان 95% من فترات الثقة تحتوي على القيمة الحقيقية لمعلمة المجتمع المجهولة. بعد ذلك بعض الملاحظات الأهمة، نلاحظ ان مستوى الثقة يأخذ القيمة من 0 إلى 100%، ونلاحظ ان النسب المشهورة هي 90%، وهنا نلاحظ ان الألفا تساوي 10%، وأيضا النسبة الأخرى 95%، نلاحظ ان الالفا تساوي 5%، وايضا النسبة الاخرى 99%، نلاحظ ان الالفا تساوي 1%. بعد ذلك مفهوم confidence interval for population mean، فترة الثقة لمتوسط المجتمع. نفترض ان الاوميجا عبارة عن sample space، فضاء العينة لمجتمع طبيعي بمتوسط ميو، وهنا المتوسط يا شباب النون غير معلوم، وانحراف معيار سيجما
وهنا نلاحظ ان سيجما نون معلوم، ونلاحظ ان الاكس فيكتور عباره عن سيمبل راندوم سامبل، عينه عشوائيه بسيطه. نلاحظ انه يتم استخدام هذه الاحصاء زد كابيتال تساوي اكس بار ناقص ميو تقسيم سيجما على جذر ان، ودي عباره عن احصاء زد كابيتال لانها تنتمي الى ستاندرد نورمال ديستريبيوشن. لماذا؟ لان المجتمع الاصلي يا شباب مجتمع طبيعي، لذلك نلاحظ ان الاكس بار بيتبع التوزيع الطبيعي، لذلك يمكن تحويله الى زد كابيتال اي الى ستاندرد نورمال ديستريبيوشن، توزيع طبيعي معياري بهذا الشكل. اكس بار ناقص ميو تقسيم سيجما على جذر ان اي يساوي زد. وهنا نلاحظ ان الالفا تم تقسيمها الى جزئين، الفا تقسيم 2 والفا تقسيم 2. الفترة الموجودة في المنتصف احتمالها بواحد ناقص الالفا، اما الفترة اللي على اليسار احتمالها الفا تقسيم 2، والفترة اللي على اليمين احتمالها الفا تقسيم 2. لذلك نلاحظ احتمال وقوع المتغير العشوائي زد كابيتال داخل هذه الفترة يساوي واحد ناقص الالفا، اي ان احتمال اكس بار ناقص ميو تقسيم سيجما على جذر ان اكبر من هذا المقدار واقل من هذا المقدار. وبعد اجراء بعض العمليات الحسابيه نلاحظ ان احتمال ميو اكبر من مقدار واقل من مقدار يساوي واحد ناقص الالفا، وهذه المقادير يا شباب تساوي اكس بار ناقص زد عند واحد ناقص الفا على الاثنين مضروبه في سيجما على جذر ان، ودي عباره عن بدايه الفتره، اما النهايه نفس الشيء ولكن باشاره موجبه، وذلك لان هذه القيمه يا شباب موجبه لانها تقع في الجزء الموجب، اما هذه القيمه سالبه لانها تقع في الجزء السالب. وبذلك يا شباب نلاحظ ان هذه الفتره هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ذا كونفيدنس انترفال فور ذا بوبوليشن مين، اي فتره الثقه لمتوسط المجتمع. بعد ذلك ومن خلال هذا الجدول نلاحظ وجود انواع مختلفه من المجتمعات. المجتمع الاول عبارة عن مجتمع طبيعي وتم سحب أي حجم للعينة، وكان the standard deviation الانحراف المعياري نون معلوم أي سيجما معلومة. في هذه الحالة يا شباب نلاحظ أن الإكس بار بيتبع التوزيع الطبيعي، ولذلك هذه الفترة يا شباب هي عبارة عن the confidence interval فترة الثقة لـ the population mean متوسط المجتمع. وهنا تم استخدام جدول التوزيع الطبيعي المعياري لأن الإكس بار بتتبع التوزيع الطبيعي. أما المجتمع الآخر هنا لم يتم تحديد نوع المجتمع أو اسمه، لذلك يا شباب لازم يكون حجم العينة كبير بشكل كافي طبقا لنظرية النهاية المركزية، أي أن الـ N small أكبر من أو تساوي 32، وكانت ذا سيجما الانحراف المعياري نون معلومة. أيضا نلاحظ أن الإكس بار بيتبع التوزيع الطبيعي او ابروكسيميتلي نورمال ديستريبيوشن تقريبا بيتبع التوزيع الطبيعي، لذلك يا شباب نلاحظ ان هذه عباره عن ذا كونفيدنس انترفال فور ذا بوبوليشن مين. وايضا تم استخدام القيمه الجدوليه زد، وذلك لان الاكس بار بيتبع التوزيع الطبيعي. اما النوع الاخر من المجتمعات ايضا لم يتم تحديده، وحجم العينة أكبر منها ويساوي 30 أي كبيرة بشكل كافي، وأيضا ذا ستاندرد ديفيشن الانحراف المعياري النون مجهول. وأيضا في هذه الحالة يا شباب نلاحظ أن الإكس بار تقريبا بيتبع التوزيع الطبيعي طبقا لنظرية النهاية المركزية، وهذه الفترة هي عبارة عن ذا كونفيدنس انترفال فترة الثقة لمتوسط المجتمع. بعد ذلك سوف يتم تحليل هذه الفترة، وهي عبارة عن فترة الثقة لمتوسط المجتمع. نبدأ بأول مفهوم وهو عبارة عن margin error for population mean، وتعريفه كالتالي: the margin error هو عبارة عن the maximum error وربما يكون increase أو decrease، وناتج من استخدام قيمة الإحصاء بدلا من قيمة معلمة المجتمع، وذلك لأن معلمة المجتمع مجهولة. وذا مارجن ايرور نرمز له بدلتا ميو بهذا الشكل، وهو عباره عن زد عند واحد ناقص الفا على الاثنين مضروبه في سيجما على جذر ان، او زد عند واحد ناقص الفا على الاثنين مضروبه في اس على جذر ان،
يتم استخدام هذه الحالة إذا كان الانحراف المعياري للمجتمع معلوم، أما إذا كان الانحراف المعياري للمجتمع مجهول يتم استخدام هذه الحالة، وذلك بالتعويض عن انحراف المجتمع بانحراف العينة، وده معناه بسبب استخدام الإحصاء إكس بار متوسط العينة بدلا من ميو متوسط المجتمع. نلاحظ وجود ماكسيمم ايرور وهو عبارة عن موجب أو سالب دلتا ميو. بعد ذلك سوف يتم إيجاد حجم العينة من خلال ذا مارجن ايرور، ويتم إيجاده بهذا الشكل. ونلاحظ أن ذا مارجن ايرور إما بيساوي هذا المقدار أو هذا المقدار، وبإجراء بعض العمليات الحسابية البسيطة نلاحظ أن حجم العينة إن سمول يساوي الانحراف المعياري مضروبة في القيمة الجدولية عند 1 ناقص ألفا تقسيم 2 تقسيم ذا مارجن ايرور الكل تربيع. وهنا أيضا يا شباب نقدر نعوض عن السيجما بي اس. بعد ذلك بعض التمارين، مثال رقم 1، نفترض أن قيم هذه العينة تعبر عن زمن التجفيف بالساعات، وهذه العينة عينة عشوائية بسيطة تم سحبها من مجتمع طبيعي، وكان الانحراف المعياري لهذا المجتمع سيجما تساوي 0.96 بالساعات، والمطلوب ايه؟ حدد 99 كونفيدنس انترفال فترة ثقة لمتوسط المجتمع ميو. رقم بي، حدد ذا مارجنال ايرور او ذا مارجن ايرور او ذا ماكسيمم ايرور دلتا ميو، ويكون الحل كالتالي. طبعا يا شباب نلاحظ ان مستوى الثقة عبارة عن 99%، اي ان الالفا تساوي 1 من 100، وده معناه ان القيمة الجدولية زد عند 1 ناقص الفا على 2 تساوي زد عند 1 ناقص 1 من 100 تقسيم 2 تساوي زد عند 0.995. نبحث عن هذا المقدار في الجدول الموجب، وذلك لأن المساحة أكبر من النص، ويتم إيجادها كالتالي. نبحث عن القيمة 0.995 ونلاحظ وجودها بين القيمتين. القيمة الأولى عبارة عن أكبر عدد أصغر من المقدار المطلوب، والقيمة التالية أصغر عدد أكبر من المقدار المطلوب، لذلك يتم اختيار القيم المقابلة بهذا الشكل. ويتم تجميع القيم المقابلة ونقسم على 2، لذلك الناتج يساوي 2.575، وده القيمة المطلوبة. بعد ذلك نرجع للحل، أي أن القيمة الجدولية عند زد عند 1 ناقص ألفا تقسيم 2 تساوي 2.575. بالنسبة للنقطة A، المطلوب إيجاد فترة الثقة لمتوسط المجتمع ميو، وهذه الفترة يا شباب بتحتوي على ذا سامبل مين متوسط العينة، لذلك لابد من حساب متوسط العينة أولا. متوسط العينة عبارة عن إكس بار يساوي مجموع إكس آي والآي من 1 إلى N تقسيم الN يساوي مجموع هذه القيم يساوي 57 تقسيم عدد عناصر العينة 15، لذلك نلاحظ أن متوسط هذه العينة يساوي 3.8. بعد ذلك يتم كتابة فترة الثقة لمتوسط المجتمع، وهي كالتالي: إكس بار ناقص أو موجب القيمة الجدولية زد عند 1 ناقص ألفا تقسيم 2 سيجما، لأن الانحراف المعياري للمجتمع معلوم، تقسيم جذر إن. نعوض بالنتائج، نلاحظ أن الإكس بار يساوي 3.8، القيمة الجدولية تساوي هذا المقدار 2.575 مضروبة في سيجما تساوي 0.96 تقسيم جذر N اللي هي عبارة عن جذر 15،
نلاحظ أن هذه الفترة تساوي، طبعا نختصر هذا المقدار ونعوض بداية بالإشارة السالب، لذلك نلاحظ أن بداية الفترة تساوي 3.162، أما نهاية الفترة أي التعويض بالإشارة الموجب تساوي 4.438. وبكده نكون حصلنا على فترة الثقة لمتوسط المجتمع. لذلك يا شباب عند تفسير هذه الفترة نلاحظ أن بنسبة 99% عندنا ثقة أن متوسط المجتمع الذي تم سحب منه هذه العينة بيقع داخل الفترة من 3.162 و 4.438، وده عبارة عن النقطة A. أما بالنسبة للنقطة B نلاحظ المطلوب حساب the marginal error أو the margin error أو the maximum error دلتا ميو موجب أو سالب القيمة الجدولية زد عند 1 ناقص ألفا تقسيم 2 مضروبة في سيجما على جذر N. طبعا يا شباب نعوض بالسيجما بقيمتها ونعوض بالN بقيمتها وأيضا بالقيمة الجدولية نحصل على هذا المقدار موجب أو سالب 0.638 أورز بالساعات. بعد ذلك الحل مباشرة ده عبارة عن القيمة الجدولية بعد ذلك إكس بار متوسط العينة يساوي 3.8. بعد ذلك عوضنا في فترة الثقة لمتوسط المجتمع حصلنا على هذا المقدار. بالتعويض يا شباب مرة بالسالب نحصل على البداية ومرة بالموجب نحصل على النهاية. والتفسير كالتالي بنسبة 99% عندنا ثقة أن معلمة المجتمع أي متوسط المجتمع الذي تم سحب منه هذه العينة بيقع بين القيمة 3.162 و 4.438 بالساعات. أما بالنسبة لـ the marginal error أو the margin error نفترض وجود عينة عشوائية 120 طالب تم اختيارهم من جامعة كبيرة بمتوسط يساوي 2.71 وهو عبارة عن متوسط جي بي اي والانحراف المعياري يساوي 51%. المطلوب إيجاد 90% فترة ثقة لمتوسط الجي بي اي الخاص بطلاب هذه الجامعة. والحل يكون كالتالي المطلوب يا شباب إيجاد فترة الثقة لمتوسط المجتمع الخاص بهؤلاء الطلاب. هذه الفترة يا شباب بتحتوي على القيمة الجدولية ومتوسط العينة. بداية نلاحظ أن حجم العينة يساوي 120 أي أن الـ N small تساوي 120. بعد ذلك وجد أن متوسط العينة يساوي 2.71 أي أن الـ X bar يساوي 2.71 والانحراف المعيار يساوي 0.51 أي أن الـ S تساوي 0.51. طبعا يا شباب هنا لم يتم تحديد أن هذا الانحراف المعياري خاص بالمجتمع لذلك فهو خاص بالعينة. لذلك الـ S small تساوي 0.51. بعد ذلك يتبقى لنا القيمة الجدولية. طبعا يا شباب مستوى الثقة هنا 90% أي أن الألفا تساوي 10%. ده معناه أن القيمة الجدولية زد عند 1 ناقص ألفا تقسيم 2 تساوي زد عند 1 ناقص 10% تقسيم 2 تساوي زد عند 0.95 أي أن زد عند 1 ناقص ألفا على 2 يساوي. طبعا يا شباب نبحث عن هذا المقدار في الجدول الموجب لأن المساحة أكبر من النص، نبحث عن القيمة 0.95 في الجدول الموجب ونبحث عنها بهذا الشكل. نبحث عن القيمة 0.95 نلاحظ أنها تقع بين هذه القيمة وهذه القيمة. القيمة الأولى أكبر عدد أصغر من 0.95 والقيمة التالية أصغر عدد أكبر من 0.95.
لذلك ناخذ القيمه المقابله لهم وهي القيمه 1.64 و 1.65، نجمع ونقسم على الاثنين. لذلك يا شباب القيمه المطلوبه هي كالتالي 1.645. نرجع للحل مره اخرى، لذلك نلاحظ هذه القيمه تساوي 1.645. بعد ذلك يا شباب نكتب فتره الثقه الخاصه بمتوسط المجتمع وهي كالتالي اكس بار ناقص او موجب القيمه الجدوليه زد عند 1 ناقص الفا تقسيم 2 اس تقسيم جذر ان، نعوض بالمعطيات اكس بار تساوي 2.71 ناقص او موجب القيمه الجدوليه 1.645. الاس عباره عن 0.51 والان عباره عن 120، لذلك نقسم على جذر 120 وباختصار هذا المقدار وبالتعويض بالسالب نلاحظ ان بدايه الفتره تساوي 2.63، وايضا بالاختصار والتعويض بالاشاره الموجب نلاحظ ان النهايه تساوي 2.79، وده عبارة عن الفترة المطلوبة، ويكون التفسير كالتالي: بنسبة 90% عندنا ثقة أن متوسط المجتمع الذي تم سحب منه هذه العينة بيقع بين الفترة 2.63 و 2.79، وده المطلوب يا شباب، ويكون الحل كالتالي: أول شيء ده عبارة عن القيمة الجدولية، بعد ذلك كتبنا فترة الثقة لمتوسط المجتمع بهذا الشكل، مرة نعوض بالسالب مرة نعوض بالموجب، لذلك بداية الفترة يا شباب تساوي 2.63 ونهايتها تساوي 2.79، وطبعا التفسير كالتالي: بنسبة 90% عندنا ثقة أن متوسط المجتمع الذي تم سحب منه هذه العينة بيقع داخل هذه الفترة. بعد ذلك مثال رقم 3، نفترض وجود 36 سيارة نفس الموديل وأيضا نفس المسافة وأيضا تحت نفس الظروف، ويتم تسجيل ذا جاز مايلج بهذا الشكل. وجد أن إكس بار يساوي 18، أي أن متوسط عدد الأميال يساوي 18 لكل جالون، وأيضا الانحراف المعياري S يساوي 3 مايلز لكل جالون. المطلوب إيجاد 95% فترة ثقة لمتوسط المجتمع، والحل يكون كالتالي: أول شيء عدد عناصر العينة 36، أي أن الـ N تساوي 36 سيارة، والـ X بار يساوي 18 ميل لكل جالون، والانحراف المعياري S يساوي 3 ميل لكل جالون أيضا. ونلاحظ أن مستوى الثقة يساوي 95%، أي أن الألفا تساوي 5%، وده معناه يا شباب أن زد عند 1 ناقص ألفا تقسيم 2 تساوي زد عند 1 ناقص 5% تقسيم 2 تساوي زد عند 0.9750، أي أن القيمة الجدولية زد عند 1 ناقص ألفا تقسيم 2 تساوي، نبحث عن هذا المقدار في الجدول الموجب بهذا الشكل، نبحث عن القيمة 0.9750، نلاحظ أن هذه القيمة موجودة بالفعل، لذلك نأخذ القيمة المقابلة لها وهي تساوي 1.96، لذلك القيمة الجدولية عند هذه المساحة تساوي 1.96. بعد ذلك نرجع للحل، أي أن هذه القيمة الجدولية تساوي 1.96، وبالنسبة للمطلوب هو إيجاد فترة الثقة لمتوسط المجتمع المسحوب منه هذه العينة،
لذلك يمكن كتابة هذه الفترة بهذا الشكل اكس بار ناقص او موجب القيمة الجدولية. طبعا يا شباب المعطى الانحراف المعياري للعينة، لذلك نكتب اس تقسيم جذر ان، نعوض بالمعطيات الاكس بار تساوي 18 ناقص او موجب القيمة الجدولية 1.96 مضروبة في الانحراف المعياري للعينة 3 تقسيم جذر ان جذر 36. لذلك نلاحظ ان هذه الفترة تساوي، نختصر هذا المقدار ونعوض بالإشارة السالب، نلاحظ ان بداية الفترة تساوي 17.02. وايضا باختصار هذا المقدار والتعويض بالإشارة الموجبة نلاحظ ان نهاية الفترة تساوي 18.98. وهذه هي الفترة المطلوبة، والتفسير يكون كالتالي: بنسبة 95% عندنا ثقة أن متوسط المجتمع المسحوب منه هذه العينة يقع داخل هذه الفترة، وهذا هو المطلوب، ويكون الحل بهذا الشكل. ده عبارة عن القيمة الجدولية، كتبنا فترة الثقة، عوضنا بالمعطيات، حصلنا على الناتج المطلوب. بعد ذلك مثال رقم 4، في المثال 4.2.2 المطلوب إيجاد كم نتيجة خاصة بزمن التجفيف المطلوبة للحصول على مارجن ايرور لا يتخطى نص بمستوى ثقة 95%. طبعا يا شباب المطلوب تنفيذه على هذا المثال، المطلوب حساب هاو ميني كم عدد عناصر العينة، أي أن المطلوب N، ويكون الحل كالتالي: الـ N تساوي كوست تربيع القيمة الجدولية زد عند القيمة 1 ناقص ألفا تقسيم 2 مضروبة في سيجما الانحراف المعياري على ذا مارجن ايرور دلتا ميو تساوي. بداية يا شباب نلاحظ أن مستوى الثقة يساوي 95%، أي أن الألفا تساوي 5%، أي أن زد عند 1 ناقص ألفا تقسيم 2 تساوي زد عند 1 ناقص 5% على 2 تساوي زد عند القيمة 0.9750، وهذه القيمة تم إيجادها سابقا وهي تساوي 1.96. لذلك نعوض مباشرة بهذا الشكل: 1.96 مضروبة في سيجما الانحراف المعياري للمجتمع 0.96 تقسيم ذا مارجن ايرور وهو عبارة عن نص. وباختصار هذا المقدار نلاحظ انه يساوي 14.162، اي يساوي تقريبا 15 ريكورد، ويكون الحل مباشرة بهذا الشكل. ده عبارة عن الانحراف المعياري عوضنا بقيمته، والقيمة الجدولية عوضنا بقيمتها، وإذا مارجن ايرور يساوي نص، وبالتعويض يا شباب حصلنا على هذا المقدار. وبكده نكون خلصنا درس اليوم، مع تمنياتي لكم جميعا بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.